طبعا انا من خشعت هاي المناظر المفترضه لما تكون حقيقه، يعني رحت بغير عالم، كنت اتمنى المفترض يكون حقيقي، يعني فعلا عشت وبسعاده ورحت على غير عالم، رحنا على قبل 40 سنة، فعشتها يعني بلحظات وكانها سنين. لما رجعت بان هذا مفترض ما حقيقي تألمت. بس في من المنارة ما؟ داخل المنارة. بس بعدك برا اللي فتت من داخل؟ لا لا بالحوش. روح. حقيقة يعني تجاوز يمكن 4000 خلال أول شهر من افتتاح يعني بيت تراث الموصل، وهذا العدد حقيقة لم نكن نتوقع أن يكون هكذا إقبال على المشروع. الكثير من الأطفال والزوار لمدينة الموصل لم يشاهدوا جامع النوري ومئذنة الحدباء، نحاول من خلال هذا الواقع الافتراضي نجعل شخص يتجول في هذه المواقع واسترجاع هذه الذكريات. نعم يعني هاي المشاهد أغلبها استخدمنا صور قديمة للمدينة، بالإضافة مثل جامع النبي يونس احتجنا إلى مجموعة من الصور أخذناها من الناس مدنيين، يعني عندهم صور كانوا التقطوها لنفسهم أو يعني شخصية أو غيرها، حصلناها منهم واستطعنا أنه نعيد بناء الجامع.